إذا شربت الماء بعد أذان الفجر ولم أعلم بذلك إلا بعد إقامة صلاة الفجر ماذا أفعل؟ من أكل أو شرب بطريق الخطأ في نهار رمضان فصومه صحيح، سواء كان ذلك في أول النهار أو في وسطه أو في آخره. فالخطأ مثل النسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل أو من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، فإنما طعمه الله وسقاه. وجاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني أفطروا بطريق الخطأ ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. وعلى ذلك من أفطر بطريق الخطأ فصومه صحيح، سواء كان الفطر في أول النهار أو في وسطه أو في آخره.